كشفت لجنه التربيه والتعليم بمجلس محافظه النجف اليوم الاربعاء تفاصيل حادثه تعنيف طفله تم اكتشافها بالصدفه من قبل زوجه الاب مشيره الى تعرض الطفله للضرب المبرح والحروق الشديده ورئيس اللجنه هبه الكوفي قالت في ذلك ان احدى التلميذات في مدرسه التهجد الابتدائية تعرضت للاغماء اثناء الدرس وعند نقلها لاداره المدرسه تم اكتشاف تعرضها للضرب المبرح الكوفي اوضحت انه تم نقل الطفله على الفور الى المشفى لتلقي العلاج اللازم والفحص الطبي اثبت تعرض الطفله لعنف وحشي حيث تم تكسير اطراف من جسدها و علاجها بشكل غير صحيح قبل شهرين بالاضافه الى تعرضها لحروق شديده في جسدها بما في ذلك المناطق الحساسه كما تم اكتشاف ان الطفله وشقيقها تم تعليقهما بالمروحه و إجلاسهم على منقلة الفحم وأشارت الكوفي إلى أن هذه الجرائم الوحشية التي تعرضت لها الطفلة وشقيقها كانت على يد زوجة الأب وقد أقر الأب بهذه الجرائم بحجة أن أطفاله بين هلالين وكين